أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن تشكيل 3 فرق لمتابعة القطاعات التجاري والحكومي والسكني لبحث سبل التوفير الاستهلاكي للطاقة خلال أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة التغيير السلوكي لاستهلاك الطاقة التي يرأسها مهدي عبر الاتصال المرئي، كما استعرض تجارب ناجحة لكبريات شركات القطاع الخاص في اتباع الأساليب الحديثة في تقنين استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بما يساهم في زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الضوئية.